صحيح كابتن ابو المجد، حابب تشارك في القصه دي؟ بص انا يعني دينا اسمين، طيب دينا اسم اي حاجه يعني. بص يا كابتن، لا انا شايف ان الحلول لازم تبقى تكتيكيه داخليا. يعني ايه داخليا؟ يعني لازم تعتمد على اولادك شباب الناشئين بالظبط كده. يعني لازم تعتمد على اولاد النادي زي زمان زي زمان وزي يعني زمالك. الزمالك اضطر يعني الزمالك مع الغيابات دي خلي بالك طلع 4 5 خلي بالك في توقيتات كبيره جدا يا كابتن الفترات اللي فاتت اللي الانديه اضطرت ان هي ترجع للقاعده اللي تحت كل اللعيبه بقوا نجوم صح، يعني كل اللعيبه بقت كويسه. هتلاقي عندك نادي الاهلي جه فتره او نادي الزمالك جه فتره لما الفلوس قلت ايام الثوره يا كابتن بدات تطلع انت بتتكلم عناصر من تحت يا كابتن فرقت مع النادي كتير. الزمالك عشان القيد والغيابات الكثيره بسبب الاصابات فاضطر يلعب بشباب، فالشباب اكتشفت ان هم احيانا احسن من اللي كانوا موجودين. ما هو كابتن عشان مضطر، ما كانش هيعمل كده الزمالك ولا الاهلي. بص يا كابتن انا بقول لحضرتك ان انت عندك القاعده بتاعه النادي الاهلي والزمالك في مصر بيجي لهم احسن لعيبه في مصر. فانت الشباب بتطلع من تحت يعني متاسسه بشكل كويس طبعا، فهم اللي شايلين الانديه بالظبط. فانت لما تيجي تدي الثقه، بس هي الفكره كلها ان انت تستحمل الناس دي. هي مشكله النادي الاهلي والزمالك كابتن تحت الضغوطات اللي بتبقى موجوده ما بيقدرش ان هو يستحمل من الجمهور. يعني الجمهور بقى اعلاميا لا مش اللعيبه اللي هيلاعبهم. ايوه يا كابتن انا بتكلم على او الاداره اللي هتجيبهم خلي بالك كابتن مع المدرب يلعبوا. انا اصلا انا تعرضت للتجربه دي. يعني اول ما طلعت او اول ما رحت انا النادي الاهلي انا كنت صغير، كنت كانت المجموعه بتاعتنا لو حضرتك فاكر انا وحسام غالي ووائل رياض ورضا شحاته ابو مسلم وحسين امين، يعني مجموعه منتخب الشباب كلها ومحمد شوقي. كنتوا لعيبه تقيله. بس بص يا كابتن احنا في السنه ديت خدنا دوري الابطال وخسرنا دوري 2001 وخسرنا دوري صحيح. مع الضغط احنا المفروض ان احنا كنا جايين في الفتره ديت ان انت بتجهز فرقه. كانت برضو الفتره دي يا كابتن كانت في احلال وتجديد في الوقت دوت، كابتن هادي وكابتن وليد صلاح الدين بيبطلوا يعني كان خلاص يعني ايه. بس انتوا بنيتوا فرقه ال 10 سنين بعد كده ما احنا بنلحقش. بس لا كابتن ما لحقناش يا كابتن، ما لحقناش يا كابتن. ما خسرت الدوري دي خلصت يعني عليك. خسرت الدوري اول سنه دوري ابو المجد ومسلم وحسين امين وعدد كبير من اللعيبه كانت طالعه، وعادل مصطفى كان وعادل مصطفى كل دول كانوا طالعين بشكل عظيم. 2001 خلص فمشوا واشتروا لعيبه بقى بالظبط. فبدات بقى ايه يعني الفكره اللي انت كنت عاملها بدات تقل. فبدا مثلا اللي يشارك مش المجموعه كلها، اللي يشارك مثلا حسام مثلا ابو المجد على فترات، ابو مسلم على فترات كده. فبدات انت الفكره بتاعتك قلت اربع اسامي دلوقتي. ابو المجد بكرايت عالمي بجد، مش عشان قاعد جنب لا 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 قوي وبيعدي ويخش لجوه يعني. عادل مصطفى كان لعيب كوره لعب جامد جدا. حد يختلف على ابو مسلم؟ لا ده راح احترف في فرنسا ولعيب باكليب طبعا. لو اتصبروا عليهم دول كانوا كملوا صح. بس صح زي ما هو قال خساره الدوري دي تأثر. طب يا ترى السنه دي لو بعد الشر الاهلي خسر الدوري هنضحي بالعيال الصغيره دي كلها وبالناس دي كلها؟ يعني زياد طارق ده، الولد كوكا ده، ديفندر ده لا لا يجي منه مغربي ده لو رجع هايل. في 3 4 كويسين يا ترى نقدر نسندهم نقدر نلعبهم؟ انا نفسي زياد طارق ده ياخد في الملعب ياخد اساسي كمان ياخد كابتن. طلعنا واحنا عندنا 17 18 سنه صح. ومين موجود صح؟ كابتن طاهر ابو زيد وكابتن علاء وسامه وعلاء ميهوب ابطال. بس كان في واحد اسمه انور سلامه وكان واحد في ظهره الله يرحمه اسمه صالح سليم. لاعب وما تخافش، هاني رمزي، عبد الجليل، عمرو انور، عادل عبد الرحمن، احمد حموده، عصام ربيع، احمد رزق، وبعد كده طلع مع دينا مين؟ وليد صلاح وهادي ومحمد يوسف. كونت فرقتين من ناشئين النادي. صحيح. خاصة يا كابتن عايز جراء. يعني خاصة يا كابتن ان انت في التوقيت اللي احنا فيه دوت مع احترامي يعني الكواليتي بتاع اللعيبه مش كبير. كله شبه بعض. يعني مش هيبان في جاب بين اللعيب الصغير واللعيب الكبير. طيب دلوقتي